السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم محبي مسلسل خزيت من عمري وعطيت إليكم ملخص الحلقة 28 عادل أبي بعت مصاري لبنته رهف وبيوصل خادمي بس يجي السائق بتعطيه دول المصاري منى بعد ما يروح عادل بتروح لعند الخادمي وتاخد المصاري وتوصيها للخادمي ما تحكي لعادل شيء عادل بياخذ بياخد منى على البحر وبيخبره مشان حفل عيد ميلاده يوسف ببهدل منى وبيعزمها وبتعزمه منى على عيد ميلاده بسخري خلود تحكي مع فرح شو رايك بالدكتور محمد بتقول انا بدي ربي بنتي وما عم فكر ارتبط باحد وبتقنع خلود بالدكتور محمد وفرح بتقابل محمد وبتحكي بيحكي لها قصه حياته وبيطلب منها تحكي قصه وكيف تركت زوجها دلال بتتذكر ماضيها وبتكون حزينه كثير لانها خسرت اهل وخسرت اختها وخسرت كل شيء وخايفه انها تخسر نفسها الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو اذا اعجبك الفيديو اشترك معنا في القناه وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد ولا ندعكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته